تفضل. استاذ في اخصائي اجتماعي جاي بده يقابلك، هو مندوب من منظمة غير حكومية وبده يعطيك فكرة عنا. طيب ماشي، فوتي لهون. حاضر استاذ. تفضل. ممكن؟ أكيد. أنت؟ ليش اجيت لهون وشو بدك؟ بافيشيا، حاجتك تمثيل وادعاء بقى. كلنا منعرف منيح انك كنت عم تمثل وحافظينك. انت بافيشيا بذاته، وما فيك تضحك علينا مهما كنت شاطر. جاي لهون توجع لنا راسنا من اول وجديد؟ اسمع كلامي منيح وخليه ببالك، مفهوم؟ عائلة جارودي عاجنتك وخابزتك، فإياك تحاول تتحداها، وإلا بتشوف شي ما بيعجبك بنوب. اطلع من مكتبي. بس عفوا، أنا اسمي مو بافيشيا، أنا اسمي رامفير، رامفير داهون. والشي الغريب إنه في كتير ناس هون برجبيبلا بينادوني بافيشيا، بس صدقا أنا ما بعرف هالشخص ولا بعرف حدا بهالاسم. وينك؟ لا تختبر صبري، عم انصحك، ولا تجبرني اني مد ايدي عليك وبهدلك. اوكي اسمع، اكيد في سوء تفاهم بالموضوع. انا قلت لك من شوي اني مو بافيشيا، انا رامفير، وبشتغل بمنظمه غير حكوميه وبقدم عروض خيريه باسمها، وطالما انتو من اغنى عائلات المدينه ففكرت اني اجي لحتى. بس ما بدي اسمع منك ولا كلمه تانية. اطلع من هون يلا، وإلا بنادي الأمن تبع الشركة بخليهم يزتوك لبرا، فهمان؟ اطلع. بس يا سيد، قلت لك اطلع من هون. عيب هالشي. أمي مجرد ما ذكر اللقاح قدام الصغيرة بكيت. سارفاتي روح حاطي اللقاح. لاكشمي روحي مع أختك، رح جيب التقرير واستناكم. ماشي. روحوا. مرت عمي. مرحبا. الله يرضى عليك. أهلين. مرت عمي، أنا بعرف أني عملت غلطة ما بتسامح عليها، بس والله كل يلي عملته كان من كتر جناني وغبائي. يرجى من دكتور أفرخدين. بس هلأ أنا وعيت وصرت بعرف الحقيقة منيح. يرجى من الطبيب جراحة والله إلى غرفة العمليات. أنا ندمان على غلطتي وعملوم حالي عليها ليل نهار. بدي إياكي تسامحيني، بترجاكي. لا يا ابني، شو عم تقول؟ لا يا مرت عمي، اصلا ما لازم اقول اي شيء غير هيك. انا بعترف فعلا اني ارتكبت غلط كتير كبير، بس اعطيني فرصه واحده، بس فرصه واحده حتى اقدر كفر عن غلطي معكم. مثل ما بيقولوا، لما الانسان بيعترف بغلطه عملها وبيتقبلها وبيكفر عنها بشكل صح، الله من فوق بيسامحه وبيغفر له اياها. أنا بعرف إنه عمي توفى بسببي. لا يا كارون، هو ما صار له شيء. سوري كانت ما صار له شيء ولساته عايش. أنا واثقة كتير من هذا الموضوع، ولأني مرته بحس بهذا الشيء. عم قلك إني واثقة إنه هو رح يرجع عن قريب، لأنه هو ما توفى، وأنا إيماني وثقتي بالله وإحساسي تجاه جوزي ما خاب ولا مرة. يلا أمي. والله العظيم إذا ما تمشي من هون بدي أحرق حالي. سمعني، بدي أحرق حالي. مو قدراني تشوفيني، مانك متحملة تشوفي وشي.
ماشي. ماشي أنا ما بقى رح أزعجك أكثر من هيك. أنت شو عم تعملي هون أمي؟ أخذت لقاحة الصغيرة، خلينا نمشي. مرحبا، كيفك أمي؟ الله يحميك حبيبتي. أمي قولي لي كيف بدي أقنعهم؟ كيف بدي خبرهم قديش أنا ندمان على الشيء اللي عملته بعمي؟ كيف يا أمي؟ بالمحاولة. خليك عم تحاول معهم يا ابني، أكيد هن رح يعرفوا هالشي ويحسوا بندمك. أي يا أمي، ما في غير أني حاول، رح أكفر عن أخطائي بحق عائلة لاكشمي. أنا نزعت لهم حياتهم كلها، ما هيك؟ رح أعمل جهدي لرجع لهم السعادة لحياتهم، وأكيد رح ألاقي عمي بأي تمن. هذا الشي اللي رح أعمله. بهي الحجة نفسها ما فيش يا إجي اليوم على مكتبي. والله العظيم ما عم بفهم شي. شلون يعني غير زلمة؟ هو بافيشيا. بافيشيا ما غيره، بافيشيا يا سراج. أنا متأكد مثل مو شايفك إنه هو عم يخدعنا. على كل حال بكرة منعرف كل شي. إذا ما كان موجود بمشفى الأمراض العقلية فما رح نرحمه أبدا. أنت لا تخاف يا سراج، نحن هالمرة رح نعطيه درس مرتب، خليه حرم يقرب علينا وما يعود بعمره يفكر يمثل على حدا. يوراش، أنا كمان بدي روح على المصح العقلي. أي يوراش، ما عاد بدي أعيش بخوف وقلق بعد اليوم. إذا بشوف بافيشيا بمشفى الأمراض العقلية رح يرتاح بالي. إذا بتريد بس يا سارفاتي. بترجاك. ماشي، بكرة منطلع لهنيك نحن الأربعة. عفواً، جينا لنشوف مريض اسمه بافيشيا. آسفة أستاذ، هون ما عنا أي مريض اسمه بافيشيا. يا ممرضة. صباح الخير دكتور. صباح النور. أنت تأكدتي إذا كان في عنا مريض بهذا الاسم ولا لا؟ أنا متأكدة إنه ما في أي مريض بالاسم اللي طلبوه عنا بالمشفى. لكان بيأسفني إليك، إنك غلطانة. في عنا مريض واسمه بافيشيا وعم يتعالج هون. طيب دكتور، فينا نشوف بافيشيا شوي؟ لا، هذا الشيء مستحيل. بس يا دكتور نحن ضروري نشوفه. بصراحة حالته سيئة كتير، وكل ماله من سيئة لأسوأ. ما بعتقد انه ممكن حدا يقابله من دكتور طيب. إذا سمحت صدقني نحن بدنا نشوفه من بعيد وما رح نحكي معه شيء أبدا. ما فينا نسمح لكم حتى انكم تشوفوا. بترجاك دكتور. دكتور الله يخليك. رجاء لا تلحوا. بترجاك ما ترفض. حياتنا أنا وبنتي متوقفة على هذا الشيء. بترجاك بس مرة واحدة، خلينا نقابله مرة واحدة إذا بتريد. بس دقيقة. معليش دكتور. بترجاك. بترجاك. طيب تفضل. بافيشيا. مبسوطين كتير انكم خلصتوا مني؟ ما نلعو منوشي، نلعو. Thank you.
ما فيش يتركني. روك ايدها ما فيش يا. ان شاء الله اتركني. فلتها لك اتركها. شو مفكرة؟ رح خليكي تروحي بهالبساطة؟ لا لا ما عاد حدا في ينقذك. لك اتركها. رح اقتلك واخلص منك. ما فيش اترك ايدي. عم بقول لك اترك ايدها. لا انا ما رح اتركها. انا عم بحكي معك اترك. ما رح اتركك فهمتي؟ ارجع. إذا بتريد طالعة من هون بسرعة أو إنكم طلعوا كلكم. يلا أخي يلا. ما رح أتركك. أنت قتلتي حبيبتي بريتي، بعدين دمرتي لي عيلتي كلها. أنا رح أقتلكم كلكم فهمتوا؟ لك قوم يا غبي. لك يلا قوم قوم. هاي بافيترا قوم. تفضلي فوتي مدام بافيترا. يمكن ما قلتي لنا عن زيارتك اليوم، بس برغم هالشي نحن دائما مستعدين انه نرحب فيكي. وهلا الامير ناطرك. تفضلي. عفوا. الو. مبين عليه انه مزعوج ومعصب. يلا يا كاجري بلشي الدراما تبعك، بلكي بيرضى ويصفى تجاهك. هديك المرة بالمطعم انت انزعجت مني من ورا اللي صار، ما اكيد الحق معك انه تنزعج مني، بس انت مانك فهمان الموقف اللي كنت فيه. هداك اليوم كنت طالعة مع زوجي على المطعم اساسا، ولو عرف بحقيقة جيدي مشان شوفك كان بيقتلني فورا، وانت بيهون عليك اتبهدل بسببك. كأنك مو مصدق اللي عم بحكي، ما هيك؟ طيب لك عم طلع على ايدي وعلى ظهري. خير؟ وشو سببهم هدول؟ يلي صار انه زوجي ضربني، وكل يوم عم يخلق مبررات منشان يضربني. بلشت خاف منه، شو بدي اعمل؟ لحظة، معقول؟ معقول انت عم تبكي؟ ليكي منشاني ما تبكي، بعترف اني كنت متضايق منك، بس هلأ لا. ما كان بدي قلك على اللي صار معي، بس اضطريت قلك هالشي لأنك كنت مزعوج مني. بس انت كيف فيك تعيشي مع واحد مثل هاد؟ شخص ما بيحترم المرأة بنوب، وهو عنده مرأة بتجنن مثلك، وعلى هالحالة ممكن يقتلك. بس أنا بكون مرته بالنهاية، ما فيني أتركه وأمشي ببساطة. وقتها وين بروح بحالي؟ أنا كمان ما بعرف بصراحة وين لازم تروحي. أنا أجيت بس مشان أعتذر منك. أنا آسفة كتير ديف، بعدين بشوفك. إذا رجع زوجي على البيت هلأ وما لقاني منتظرته رح يضربني مرة تاني. لا لا خلاص فيكي تمشي. وقفي. رجاءً ديري بالك على حالك. شو صار؟
شو بدك تضلك عم تضحك؟ ما بدك تقلي شو صار معكم؟ أما شو دراما يا صديقي، بس لو شفتها أنت. مثلت لك تمثيل بجنن هالحرباية، بس هي لسه ما بتعرف إنها كانت عم تقدم دراما قدام ديف سنغانيا، أعظم ملك دراما بالعالم. ولك هاي شو بيطلع لها قدام الأمير؟ قال عم تأرجيني علامات الضرب، اطلع على هاي، هذا زوجي عم يضربني. بس دكتور أنا ما عم صدق بنوب، كيف إنسان ممكن يجن لهالدرجة هي؟ ما راح تصدقني كمان إذا قلت لك بكل مهنتي ما صادفت مريض نفسي خطير ومهووس لهي الدرجة، ولهيك طلبت منك ما تقابله بالبداية لأنه مو نصيحة. بس يا دكتور كان في ببالنا موضوع وكان لازم نتأكد منه. ايه، لأنه نحن فكرنا أنه رانفير هو بافيشا من لما شفنا. بصراحة لساتني حاسة أنه هو بافيشيا بذاته. سارفاتي لحظة، أنت شو عم تقولي؟ مو هلأ شفنا بافيشيا محبوس جوا؟ دكتور، دكتور معقول يكون يعني بافيشيا طلع من هون متنكر بصورة رانفير؟ أنت عم تمزح شي يا سيد سراج؟ لا مستحيل، بافيشيا بالنسبة لنا حالة خاصة جداً، وطبقنا عليه إجراءات أمنية مشددة بحيث مستحيل أشعة الشمس تفوت عليه، وفوق هذا الشيء كله هو حالياً مانو بوضع بيسمح له بالطلع من المستشفى بأي وقت. أنت مرتاحة هلأ سارفاتي؟ يلا شكرا كتير دكتور، عن جد ريحتنا وخلصتنا من توتر كبير. صح، وهلا حتى اختي ارتاحت تماما كمان، مو هيك؟ ممكن يجينا بهالوقت؟ كأنه هذا الأمير، مو هيك؟ الأمير؟ الأمير إجا ليشوفني؟ لك هدي يا حبيبتي، وليش يعني قاتل حالك كل هالقد عشوفته؟ شو قصدك؟ قصدي كتير واضح، بدك تكملي هاي التمثيلية وتعملي حالك زعلانة ومانك مبسوطة بنوب، وخليه يعرف ويوصله شعور قديش أنت محتاجة لمساعدته هلأ. ماشي، هلأ فهمت قصدك منيح راسيلي باي. أهلين سمو الأمير، ما تواخذني بس بافيترا بصراحة ما فيها تقابلك هلأ. وشو السبب؟ ما أنا بالبيت؟ لا أم بلا، والله هي بالبيت بس أنا جاي قبلها خمس دقايق بس من فضلك. يوراج عم يضرب بافيترا فوق؟ ايه سموك، هالشي بيصير كل يوم، لحتى هالمسكينة تعودت على الضرب. بترجاك يوراج، بترجاك لا تضربني. رح اعمل يلي بتأمرني عليه يوراج، بترجاك حاجة من شان الله رحمني شوي يوراج. طلع كيف صار الدم عم ينزل من ايدي، بترجاك اتركني خلاص ببوس ايدك، أنا كتير موجوعة. أنا ما عاد فيني أتحمل هالمرة تنزل بعد هلأ. سموك، سموك لا تطلع.
انت رح تمنع هالشي مؤقتا، بس مين بده يمنع الدمار اللي رح يصير بعد ما تروح؟ اذا طلعت على غرفتها يوراج رح يعرف فورا انه بافيترا قايلت لك كل شي عن حياتها الخاصه. بترجاك خليك هون. طيب، بس يا ريت تخبري بافيترا انه تتصل فيني ضروري، بدي احكي معها بموضوع خاص. طيب رح خبرها. هالتنتين كل وحدة منهم مفكرة حالها بطلة العالم بالذكاء، بس هالمسكينات بطلات الدراما هدول ما بيعرفوا انه بيوم من الايام رح يلاقوا حالهم عم يدفعوا تمن طمعهم، واول ما توصلني الاشارة رح افضحهم واعمل لهم مشكلة ما صار مثلها. امشي حبيب. الظاهر انه الامير رجع مرة تانية. وليه على هالعلقة؟ معقول يكون يوراج والأمير التقوا برا؟ أو حدا منهم شاف التاني؟ شو القصة راسيلي؟ ليش عم تطلعي لبرا؟ أنا مرتك، حرام عليك، حاش تضربني. من وين جاي هذا الصوت؟ أي صوت؟ ما سمعت، ما بعرف. معقول عم تضربني؟ مين في هنيك؟ أنا طالع لحتى أشوف. يوراج ما في حدا فوق. لا بدي أطلع. كيف بدي وقفه ليوراج هلأ؟ كيف بدي نبه هالحمارة كاجري إنه يوراج رح يصير عندها؟ شو بدي أعمل يا ربي؟ يوراج؟ بافيترا، بافيترا، شو الأصوات اللي كانت طالعة من الغرفة؟ شو؟ انتي مع مين كنتي عم تحكي هون؟ مو مع حدا، ما في حدا معي. بافيترا كان في صوت صريخ، كأني سمعت انا مرتك. ليش عم تضربني؟ شو هاد؟ هاد التلفزيون، كان طالع مسلسل وهي الاصوات كانت منه. انا هلا طفيته بهاللحظه. كان عالي شوي، قلت لحالي خفت. ما هيك؟ ما في شي من هاد يوراج. خفت كتير بافيترا. أنا رح أنزل لتحت، الحقيني بسرعة. الله ستر يا كاجري، نفتي بأعجوبي. وإلا ما كان صار شي يا معلمتي. بالنسبة لهيك شغلات هالأيام أنا حاسبت لها منيح. مدام معي 3 رسائل وكلها للسيد سوري كانت. طيب
يعطيك العافية. الله يعافيك. أخذت الرسائل مثل العادي يا سافيتري وعم تضبيله ياهن وكأنه عايش. شو القصة يا سافيتري؟ ما في شي سلامتك. قلي لي حبيبتي، ليش عم تحتفظي بهالرسائل إذا صاحبها ما عاد معنا؟ لأن سوريكانت أول ما يجي رح يطلب الرسائل. بس سافيتري. إيه مرت عمي، لهيك أنا خبيت له ياهم بالدرج. أمي أنا خايفة عليها. والله بعرف، هي لساتها عم تنتظره لسوريكانت. يا ترى كيف بدنا نفهمها الموضوع؟ عرفتوا إذا كان بافيشيا؟ إيه ماما، نحن شفنا لها بافيشيا قبل شوي بمشفى الأمراض العقلية. والشي اللي بيضايق أكتر إنه رانفير وبافيشيا بيشبهوا بعض شبه مو طبيعي. إيه بس في فرق كتير كبير بين رانفير وبافيشيا. بافيشيا واحد مريض ومنيح إنه بالمشفى، ورانفير ده هون شخص منيح كتير. بافيشيا شخص خطير ومهووس ومريض، أما رانفير هادي كتير. يعني كيف ممكن للشخص نفسه يتغير كل هالقد؟ بس بافيشيا بيقدر يعملها. يتذكرت كان في وحمة على كتف بافيشيا، شامة سودا بعرفها. إذا ما كانت موجودة على كتف رانفير فرح صدق وقتها إنه هو أكيد رانفير. ماما أنا عم أقول الحقيقة، ماما صدقوني. يا سارفاتي اهدي شوي، ما بدك كل هالتوتر. أنا ماسكة أعصابي يا سراج، ليش ما عم تفهموا شو عم أحكي؟ فيني أثبت لك هالشي. لحظة بس أختي. أختي ماني فهمان شي، شو يلي عم يدور بمخها هلا؟ سارفاتي شو اللي عم تعملي هون؟ لك اختي انت شو عم تعملي؟ طيب فهمينا شي، شو القصة؟ طولي بالك. طلعوا. أنا ما عم أكذب يا سراج، ولأني عم بتوهم. ليك إذا ما كانت هالوحمة موجودة على كتف رانفير وقتها رح صدق إنه مانو بافيشيا. وكيف رح نعرف إذا كانت موجودة؟ بدك تلاقي شي طريقة. أنا عندي فكرة. شو هي؟ ليك سراج، طلع هون في إعلان عن تنظيم حفل خيري. الضيف الرئيسي هنيك هو رانفير. شوف. اختي هذا الحفل الخيري بس للناس المعزومين عليه، ونحن ما فينا نروح لانه ما عندنا كروت دعوه. لاكشمي بعتقد انه لازم نروح بالسر. اي ماما، كيف صحتك؟ أنا منيحة يا ابني، أنت شو صار معك؟ قدرت تلاقي السيد سوريكانت شي؟ لسه ما لقيته يا أمي، بس رح لاقي أكيد وما رح أوقف. ارجع حاول مرة تانية وتالتي ابني، أنا رح ضل أدعي لك بكل خطوة. ماشي أمي، يلا بخاطركن. طيب حبيبي، دير بالك على حالك. إيه؟
كان كتير بالي مشغول على أخوكي كارن. إن شاء الله يكون إحساسه مظبوط. مرحبا. أهلي، شفت لي هالرجال شي؟ لا يا أخي، بصراحة ما شفته ولا مرة. بترجاك تطلع منيح. لا أستاذ، ما شفته من قبل. مرحبا خالي. أهلي، شفتي لي هالشخص شي؟ لا يا ابني، ما شفت هيك رجال. مرحبا، شفت لي هالرجال شي؟ هاد السيد سوريكانت جاروديا. يعني انت بتعرفه؟ ليش قلي مين ما بيعرفه يا اخي، بس انا ما قابلته ولا مرة من قبل. هو وقع من فوق هديك التلة من فترة. ومن وقتها ما حدا بيعرف وينه. ليك أخي، ما بظن إنك رح تقدر تلاقيه، لأنه مستحيل يكون لسه عايش ولا رح تلاقي جسته. إيه أخي، لهيك لا تعذب حالك. لا، هالشي مو صحيح أبداً. سوريكانت ما صار له شيء ولساته عايش، لأني بوثق بزوجي وحاسة فيه. إذا كانت مرت عمي مآمنة إنه عمي لساته لهلأ عايش، معناتها هو عايش فعلا. مستحيل خيب لظنه، وأكيد رح ألاقيه. أنا رح أجيبه لعمي بأي طريقة وين ما كان، مهما كلفني هذا الشيء يا مرت عمي. عفواً أستاذ، وين بطاقاتك؟ أنا آسف، نسينا البطاقات بالبيت. بلا بطاقات مو مسموح لحدا يدخل أستاذ. طيب بترجاك خلينا نفوت. أنا آسف. سارفاتي. ليك سراج، بهالعشقة كلياتا كيف بدنا نلاقي بافيشيا وكيف بدنا نشوف الوحمة؟ بي
بما أنه قدرنا نوصل لهون رح نلاقي شي طريقة. صهري معه حق يا أختي، بس يا لكشمي الظاهر أنه هو ما نهو. أبظن أنه هو بالكواليس. خلينا نروح نشوف. خلونا نروح. يلا. يلا وين الراقصات؟ يلا يلا طلعوا المسرح فورا. يلا بسرعة. يلا 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 يلا. لك هي طلعت على المسرح. صهري ما عاد في فايدة هلأ، أختي دورجا ما رح ترجع، في كتير ناس هون. شو بدنا نعمل لكشمي؟ لازم نروح نلاقي بافيشيا ضروري. ارجعوا على الكواليس. آسف أستاذ. آسفين أستاذ، بس كنا مستعجلين. أنتوا شو عم تعملوا هون؟ ما بتعرف مع مين عم تحكي؟ آسف أستاذ، تفضل على الغرفة الخضراء وبدل ثيابك أستاذ. طيب يلا.
والله مو مبين معي شي من هون. وانتو شو عم تعملوا هون؟ كان لازم نتأكد انه انت بافيشيا ولا لا. بافيشيا في على كتفه وحمة واضحة، يعني شامة سودة، ولهيك جينا مشان نتأكد. اسمع، سبق وخبرتك انت كمان انه اسمي رامفير، رامفير ده هون، وما بعرف حدا اسمه بافيشيا. بس اذا كنتوا لسه مفكرين انه انا بافيشيا فهي مشكلتكم، وكرمال الله يا أخي حاجة تلحقوني وين ما رحت. ومن اليوم ورايح رجاءً ما عاد تزعجوني، وين ما رحت بتطلعولي. خلص لا بقى تلحقوني. شو صاير أستاذ؟ وانتو هون مرة تانية؟ أنا نفسي ما بعرف مين هدول، ولا حتى بعرف ليش عم يلحقوني. بترجاك طلوب منهم حاجة يزعجوني بقى. هنن تجاوزوا كل الحدود، تخيل لحقوني على غرفتي. يلا شباب ارموهن برا. لحظة بس، إذا كنت عم تقول إنك مانك بافيشيا، طيب ليش ما بتورجينا إذا عندك وحمة؟ ومنكون ممنونين لإلك. أستاذ بترجاك توافق، والله العظيم ضروري كتير إنه أشوف هديك الوحمة، وحضرتك بتعمل فينا معروف كتير كبير إذا وافقت، وقتها رح نكون شاكرين لإلك. بترجاك ورجينا إياها كرمالنا إذا بتريد. ماشي، إذا رح أرتاح منكم بحال عملت اللي طلبتوه مني. ماشي رح أعمل، بس قل لي هلأ وين هديك الوحمة؟ يلا يلا على الكتف اليسار. تفضل. We'll be right back.